كل اللي هنا سكان مدنيين يعني اطفال وعائلات وبعدنا نسحب اولادنا واطفالنا وشردنا من هان اجينا لقينا دمار شامل دمروا حي سكني بحاله يعني انا عندي العماره كليتها اللي امام اللي كمان العماره اللي انقصفت كلها مدمره كل عفشي وكل داري وكل حالي مدمر دمار هذا ليش الدمار؟ ليش يلحقونا احنا المدنيين؟ ما يروحوا يلحقوا العسكريين عسكريين لعسكريين يلحقوهم على حدود هناك اما المدنيين هنا في وسط البلد ايش وسط المدينه؟ وين نروح احنا وين نيجي؟ لما احنا لقيت وسط المدينه بنضرب، وين نروح؟ Thank you.